في الحقيقة أنا حريص دايما إن أزرع جزء من السطح بتاعي علف للحيوانات بتاعتي، ومن أهم الأعلاف الصيفية اللي أنا بزرعها عندي هنا الدراوة السكرية، وأعتقد إنه بيسموه في الدول العربية الدخن. بسم الله ما شاء الله عليه، نبات ولا أروع وإنتاجيته عالية جدا. يلا بينا نتابع الفيديو وننزله من الأرانب. ولأن اختيار ذكر الأرنب أهم خطوة في تكوين قطيع الأرانب، يلا بينا مع بعض نختار واحد من الاتنين، بوفجلة ولا هريدي. تابعوا الفيديو عشان نشوفهم مع بعض هنختاروا مين فيهم. بسم الله بسم الله، نفسي كل دول يتمالوا حمام إن شاء الله بإذن الله. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة حاجة فخمة. اطلع بالراحة انت كده مع عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، صل على النبي. لكل محب تربية الحمام، اجمل منظر لكل محب تربية الحمام، برغم ان زغلل الحمام شكلها مش حلو، بس بسم الله ما شاء الله متغذين كويس جدا، الحجم متناسق، مفيش واحد كبير واحد صغير، الاثنين تقريبا حجم واحد. حاجة بصراحة جميلة جدا. ولكل المشاهدين ومحبي تربية الحمام اللي سألوني في التعليقات عن زغليل الحمام وأخبارها، ادي زغليل الحمام بتاعتنا. بس فحر مزارع الدود كلها. فحر مزارع الدود ده فحرنا انا شخصيا. وبعد ما اتفرجنا على الزغاليل بتاعتك الجميله اللي اتمنى باذن الله الادراك كلها تتملى زغاليل، وباذن الله هتتملى زغاليل باذن الله، وهنجيبه افخم انواع. بس انا هشتري الانواع، انا مش هشتري انواع زينه، هشتري انواع لاحم للاستهلاك. اما رساله النهارده اللي بحب اوجهها لمحبي تربيه الدجاج اللاحم او دجاج التسمين، بسم الله ما شاء الله نسبه الفائد عندي صفر باذن الله، يعني باذن رب العالمين. ليه بقى؟ لان بشتري كتاكيت من مصدر ثقه، بشتري اعلاف نسبه البروتين فيها عاليه، نسبة السموم فيها منخفضة، من شركات محترمة، من تاجر ثقة برضه. بحط أدوية طبيعية وعلاج طبيعية زي عصير الليمون والثوم والبصل واليانسون، بستخدم كمان العرقسوس، كل دي علاجات طبيعية، ما بستخدمش العلاج الكيماوي نهائياً، لأن دي حاجة داخلة بيتي، حاجة أنا هاكلها وهتخش بطني وهتخش معدتي وهتخش لأولادي، لازم أنا أستخدم علاجات طبيعية، وعلى فكرة العلاجات الطبيعية ممتازة جداً. اما بالنسبه للاستخدام الكيميائي او المواد الكيميائيه والعلاجات الكيميائيه فانا لا استخدمها الا في الحالات القصوى عند تفاقم المرض، والمرض ما بيتفاقمش الا اذا كنت انا اهملت في ملاحظه الدواجن بتاعتي من البدايه، واهملت في النظافه واهملت في التهويه. لكن التهويه ممتازه، النظافه ممتازه، علف ممتاز، الكتكوت من مصدر ثقه، الدوره بتاعتي بتتم بصوره كامله متكامله. ارجع تاني اكلمكم عن العلف، انا بستخدم العلف البادي 23% بروتين من اول الدوره لنهايه الدوره. ايه السبب؟ انا بشتري في الدوره بتاعتي 10 كتاكيت. ال 10 كتاكيت دول بياكلوا حوالي 50 كيلو. هي الشكاره 50 كيلو، انا بشتري الشكاره، تخلص الشكاره مع نهايه الايه؟ الدوره. مش هروح انا بقى اشتري بادي ونامي وناهي في دوره واحده. وكمان انا برجح لكم يا جماعه، برشح لكم ان انتوا تشتروا شكاره 50 كيلو على بعضها عشان اشتريها بسعر الايه؟ الجمبري. الجمبري، تمام؟ تعالوا بقى مع بعض النهارده نتفرجوا على الدجاج اللحم بتاعه والاوزان اللي وصلت له. بسم الله ما شاء الله، دي نهايه الدوره بتاعتي، دي نهايه الدوره بتاعتي انتهت باذن الله، ومع عبد الرحمن باذن الله نبدا نسحب بقى فيهم ونذبحه بقى مع عبد الرحمن. ان شاء الله باذن الله باذن الله. انا عايز افك الاوزان، الاوزان بسم الله ما شاء الله احنا اكلنا منهم بالفعل، يعني احنا دي انتهي، دي انتهي، خلصنا ثلاثه او اربع وحدات منهم. يعني عايز اوريكم بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح، والله حاجه تفرح. اه ومفرحه ريكس كمان، وريكس عايز ياكلها. ديوك ديوك بسم الله ما شاء الله عليك. اللهم صل. لاحظوا ان الفرق بين الديك والفرخه بسيط خالص، يعني حاجه بسيطه. طب ايه؟ ده انا ثلاثة كيلو الا ربع. ثلاثة كيلو الا ربع. دي 3 كيلو الا ربع. طب هات لهم الديك السمين اللي كان في ايدك كده، هات الكلبوزه اللي هناك ده. نفس النظام. 3 كيلو الا ربع. نفس النظام، 3 الا ربع برضه. كلك تقريبا نفس الايه؟ احنا هنلاقيهم كلك تقريبا في الرينج ده كده. شفنا وزن الدجاج مع بعض. بسم الله ما شاء الله وصل الوزن المثالي في
في مده بسيطه جدا. احنا مربينه تقريبا حوالي 45 يوم تقريبا 45 يوم. بدعوكم، بدعو كل الستات البيوت بتربيه الدجاج الابيض اللي ما عندهاش مكان تربي فيه، ممكن تربي في البلكونه. تربيته سهله جدا من ابسط انواع التربيه، ولو حابين توفروا اكتر كمان ممكن ترجعوا للفيديوهات بتاعه صناعه الاعلاف هتوفروا اكتر، لان مده الدوره ممكن تزيد شويه، وده بسبب ان الخامات الموجوده في السوق ممكن تكون نسبه البروتين فيها منخفضه. لكن في الحقيقه ان تركيب العلف من في المنزل سهل جدا، مش صعب، مش معقد. لكن في الحقيقه ان تركيب العلف في المنزل سهل جدا، بسيط جدا، مش معقد. اهم نقطه والنقطه الحيويه هي شراء الخامه، شراء الخامه اللي نسبه البروتين فيها عاليه، شراء الصويا المعصوره الحبوب الكامله. ما اشتريش قشور صويا على انها فول صويا، يبقى لازم اعرف الفرق ما بين الصويا الكامله وحبوب الصويا، لان ده المكون الرئيسي في العلف اللي بيديني اعلى نسبه بروتين. لو انا قدرت اتحصل على المكونات السليمه الخامات الممتازه اقدر اعمل علف التسميم بتاعي، واقدر احقق اوزان كمان احسن من العلف الجاهزه، وكمان باستخدام مواد طبيعيه اقدر اقضي على كل الامراض. بمناسبه بقى وجودنا هنا، الروتين بتاعنا هنا، نكرره بقى البط بتاعنا بالمره. طبعا في ناس هتستغرب البط ليه موجود مع الفراخ، احنا حاولنا نحبسوهم مليون مره لوحدهم، كانوا دايما يطلعوا يدوروا على اي فتحه ويطلعوا يقعدوا مع الفراخ، فاحنا ريحنا نفسنا وفتحنا لهم الباب ويلا بقى عيشوا مع بعض. بسم الله ما شاء الله عليهم. بسم الله ما شاء الله. لا ما شاء الله عليه. بسم الله ما شاء الله. حاجه فرق. نفس نظام تربيه الدجاج الابيض هو تربيه البط. العلف بادي 23% بروتين، نفس العلاجات الطبيعيه هي اهم حاجه عندي، الفرشه والتهويه باذن الله. 10 بطات، 10 بطات باذن الله، ما فيش نسبه اي نسبه. والحجم بسم الله ما شاء الله جميل جدا لكل محب تربيه البط. كمان البط فيه ميزه بقى، لما يوصل نص تقفيله ممكن نوكله اي حاجه من عندنا، في فضلات مطبخ، اي حاجه بقى عندنا في البيت. رز فاضل مننا، طبيخ فاضل مننا، خضروات، اي حاجه موجوده في المطبخ احنا ممكن نوكلها. كنا بنتكلم على العلاج الطبيعي والعلاج الكيميائي، انا عاوز النهارده اقول لكم خطوره المضادات الحيويه. في الحقيقه ان الابحاث العلميه اثبتت ان اوزان الدجاج التسميم بتزيد اذا تم اضافه المضادات الحيويه للاعلاف، فبتدي زياده اكبر في الوزن وفي الحجم. لان هنا في مشكله كبيره جدا، ان البكتيريا والفيروسات بتاخد مناعه ضد المضاد الحيوي، وانا كده بكون نوع من الميكروب او نوع من الفيروس قوي جدا مقاوم للامراض اقوى من النوع القديم، وبتسبب في انتشار امراض قويه جدا تقاوم المضادات الحيويه، وبالتالي اضطر اخد مضاد حيوي اقوى. يبقى الناس اللي بتقول لي او المربين اللي بيستخدموا المضادات الحيويه بصفه مستمره بداعي وبدون داعي، بقول لهم انتوا بتسببوا في تكوين امراض خطيره جدا للدواجن ليكم ولجميع المربين. يا جماعه الدول الاوروبيه وامريكا وجميع الدول المتقدمه انتهت تماما من استخدام المضادات الحيويه في الاعلاف وفي تربيه الدواجن، واتجهت دلوقتي لاستخدام المضادات الطبيعيه الموجوده في الطبيعه، اللي هي فعلا في الحقيقه اكفأ بكتير من المضادات الحيويه الكيميائيه المصنعه. ما احطش مضاد حيوي ابدا للدواجن بتاعتي، انا بعمل مشكله كبيره، بكون ميكروب قوي، بضعف المناعه الطبيعيه للطائر، الطائر بيبقى ما عندوش قدره على مقاومه الميكروب، اول ما الميكروب ينتج سلاله جديده مقاومه للمضاد الحيوي يبدا ينتشر عندك في المزرعه ومش هتقدر تقاومه. راجعوا نفسكم كويس جدا في استخدام المضادات الحيويه، ويلا بينا مع بعض نتفرج مع بعض على المفرغ بتاعي. المفرغ بتاعي بسم الله ما شاء الله، لازم اقلب البيض 3 مرات في اليوم. هنا كان بيضة سمان 2 4 6 8 9 9 9 بيضات، وفي 3 فوق كمان، في 3 فوق كمان. هي مشكله بقى السمان ايه؟ ان انا من كتر فرحتي ببيض السمان البيضه اللي تطلع احطها في المفرغ، البيضه اللي تطلع احطها في المفرغ. مش هيطلعوا مع بعض، مش هيطلعوا مع بعض، مش مشكله، هيتعبوني في التربيه. كمان انا حريص جدا على الترمومتر، زي ما انتم شايفين الترمومتر اهوت، والترمومتر طبي كمان بستخدمه لقياس درجه حراره غير الترمومتر التفريخ اللي له. هي بس المشكله ايه؟ ان حصل عندي ان الحمام بيخش ساعات ياكل من بيض من العلف بتاع الدجاج، فوقف على سلك الكهرباء، بيقف على السلك يفصله، فصل المفرغ. ربنا يستر بقى ما يكونش عامل حاجه، ربنا يستر بقى على المفرغ بتاعي، لان انا مش عارف الكهرباء اتفصلت عنده مده قد ايه. الحمامه جت وقفت على الكابل فصلت الكهرباء من الكابل. يلا يا عبد الرحمن عايزك تخرجوه مع البط بتاعي. بسم الله ما شاء الله. يعني شوفوا، ما انا عايز اقول لكم على حاجه، مربي البط التسميم مع دجاج التسميم ما فيش اي مشاكل. طب
طالما العمليه يا جماعه مش معقده، طالما صحتهم كويسه ما فيش حاجه، ما فيش مشاكل، العمليه مش معقده، ما فيش حاجه مريضه خلاص معاهم، ما فيش اي مشاكل، كله بيحافظ محافظ على النظافه، الاوضه والتهويه كويسه، الارضيه بتاعتي جافه تماما، الاعلاف بتاعتي ممتازه، بدي العلاجات الطبيعيه بتاعتي، الاوزان بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح، ابداوا فورا في التربيه المنزليه. والطعم شكله ايه؟ الطعم ممتاز، الطعم ممتاز. النهارده بقى مع بعض هنختاروا الدكر الرئيسي بتاعنا اللي هنكون بيه السلاله بتاعتنا، وهنبدا نبيع واحد تاني. واحد زميلي كان طلب مني دكر فهنحدده له. في الحقيقه انا محتار بين الاثنين، مش عارف هما اخد ده. طيب انا مع راي المشاهدين القناه اللي كتبوا لنا في التعليقات ان ابو فجلة الوانه مش حلوه، يعني هتبقى اولاده مش حلو. عندنا هريدي ملون فاولاده هيبقى فيهم الوان حلوه كتير، فانا افضل ان هو اللي استنى. الاثنين نفس الوزن على فكره ونفس السلاله. بسم الله ما شاء الله. قبل برضو ما نقررهم هنتفحصهم الاول، الاول الوزن بسم الله ما شاء الله، وهنشوفوا برضو الاجهزه التناسليه الخارجيه بتاعته، تأكدوا منها الأول. وكل مربي الأرانب عارفين الحكاية دي، إن اختيار الذكر المناسب ما بيكونش عن طريق الشكل واللون، لا بيكون عن طريق الحجم، الوزن المثالي، النشاط بتاعته، حيويته، وشكل الأجهزة التناسلية بتاعته الممتازة اللي تأكدوا منها إنه يقدر يخصب بسهولة. بسم الله ما شاء الله. طبعا أنا بعتذر للمشاهدين بس دي حاجة ضرورية يعني. تمام، العضو بتاعه ممتاز، ممتاز، الوزن مثالي. طب نشوف الثاني، لو في اي مشكله يبقى ابو فجله بقى اللي هيستنانا هنا. مش عارفه تمام، هنشوف الثاني. تعالى يا حبيبي، نفس الوزن تقريبا، هو تقريبا نفس الوزن بالظبط. نشوف برضو النشاط بتاعه، عينيه، رجليه، إذا التناسلية بتاعته. شفتوا بقى حاجة مهمة جدا، احنا كنا هنختاره ده عشان الشكل بتاعه جميل. إلا إن هو من ناحية تناسلية أضعف، وكنا محتارين نختار أنه واحد فيهم، بوفجلة ولا هريدي. لا الحقيقة إن بوفجلة أثبت كفاءة صراحة، وهريدي أثبت إنه خيب خالص. زي ما أنتم شايفين بوفجلة بسم الله ما شاء الله عليه أثبت كفاءة. ولكل متابعي قناة، تم اختيار بوفجلة ليكون الأب للقطيع الأرانب بتاعتنا. تعالى هريدي. ده هريدي طلع غلبان، ما طلعش هريدي. طلع غلبان، طلع مش هريدي. يلا بينا بقى. مسعدة. نزل بقى الدكر تحت وخلي مسعدة مكان إيه؟ مسعدة. هايدي هيخشوا مكانهم المستدين باذن الله، المكان المحكم، المكان القوي، المكان اللي اولادهم باذن الله ما يعرفوش يسقطوا فيه نهائيا. طيب تعالى ابو فجلة. انا متهيألي هو احجامهم كمان النتايات مناسبه ولا لسه؟ هسيبهم كمان شهر. تعال 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 حبيبي. ايه رايك عبودي؟ جميل جميل صح؟ جميل ونضيف بسم الله ما شاء الله. شايفين النظافة والوانات يا جماعة مش وحشة والله. مكتوب لك ان انت تبقى ابو العيال. يلا روح. تعالى هايدي. هايدي فوق ولا تحت؟ هايدي هناك فوق. فوق؟ اه. دايما هايدي فوق يا اولاد. هايدي بقى. ودايما مسعدة تحت. يا عيني. برغم ايه؟ انا بحب مسعدة اهو. مسعدة ظريفة وشقية. وبتموت في الهربان والطفشان، تحب تطفش وتطلع فوق الخزان. فاكرين مسعدة اول ما جبناها كان شكلها عامل ازاي؟ كانت معفنه بصراحه. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ شعرها نضف خالص. شايفين الجمال؟ شايفين الشكل الجميل؟ عامله ششوار. مسعدة بعد الششوار. ششوار؟ خلاص هيبقى ده مكان الذكر، وهنا النتايات فوق بعض. احنا نزلنا مساعدة تحت عشان هي بتموت في الطفشان والهربان. ابو فجلة. هايدي. هايدي العسل اللي بموت فيه. مساعدة اللي انا بحبها. وندوم بقى مع بعض الخضار بتاعنا.
دراوة. حبوها جدا، حبوها جدا. على فكرة الخضار مهم جدا لزيادة نسبة الخصوبة في الأرانب. قبل ما انهي الفيديو احب افكركم بقناتنا التانية اوفر في بيتك منوعات تلاتة الخاصة بالمواقف الظريفة والطريفة اللي بتحصل اثناء الفيديوهات، بحط لكم الرابط بتاعها اسفل الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله. وفي نهاية الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله.